وممكن حتى خارج ليبيا. تمام، تفضل. دائما نسعى للمشاركه، مشاركه مع مجموعه من الشباب اطلقوا على انفسهم اسم آزر، اسم جميل من المؤازره. المعرض يهدف الى تسليط الضوء على اصحاب الصناعات الصغرى ومتناهيه الصغر اللي محتاجين دعم، اللي محتاجين نقل معرفه، اللي محتاجين شركات، اللي محتاجين ابراز، اللي محتاجين لوجودهم احنا داخل السوق، اللي هادو اصحاب اعمال. الان اصحاب الاعمال هادو احنا بحثنا لهم على شركات. الان كان معنا غرفه التجاره والصناعه طرابلس، كان موجود وزير الاقتصاد، كان حكومه وكيل وزارة الحكم المحلي موجود، والحقيقة طلعنا عليه مجهوداتهم، مجهودات بسيطة ولكن نوعية ومميزة ولها سوق. من هنا ضاغطين على مصارفنا التجارية، ضاغطين على حاضنات الأعمال الكبيرة اللي مهتمة بالموضوع هذا إنها تكون شراكات مع الشباب هذا. طبعا اتخذت كلمة آزر من المؤازرة وتعني مساعدة أو الدعم، ومن ضمن أهداف الفريق مساندة أصحاب المشاريع الصغرى الناشئة ودعمهم سواء كان دعما ماديا أو معنويا. وفكرة المعرض بصفة عامة وصول أصوات أصحاب المشاريع إلى الناس المختصة لدعمهم والوصول بهم إلى الأعلى المراتب ولتنهض بلادنا ولنساعد شبابنا. أنا استبرق أحمد، بدأت نشتغل في شغلي من لما كان عمري 11 سنة. تعلمت في مدرستي في منطقة سبها الشهيد عمر مختار، وبدأت يعني من الصوف هذه الحاجات الصوفية. اشتغلت أول شنطة، وبعدين بدأت نتطور ونتفرج على النت وبدأ عائلتي يدعموا فيا، وبعدين وصلت لهنا لتو. نجني منتجات كلها منتجات عناية شخصية، نصنعه في الصابون. طبعا هذه حوالي 13 نوع صابون، كل نوع بشرة لها نوع صابون خاص بها. عندنا مرطبات للجسم، مرطبات اليدين، عندنا مضادات تعرق، فيه عندنا منتجات للتقشير سكراب، بديل الزيت، عندنا مجموعة كريمات للوجه، عندنا السيروم، وفيه مجموعة هذه من اللوشن الصلب، معطرات اللحية، معطرة لحية، وفي معطر شعر، معطر جسم، شامبو، بلسم، زيوت للشعر، تونيك، صوابين للجسم، عندنا أملاح للأقدام، عندنا كريمات للأقدام، وكلها مواد طبيعية، ما فيش أي مواد كيميائية أو أي مواد حافظة يعني. متخصصين في الزراعات النادرة، وعندنا الآن أمامكم طبعا منتج الزعفران وشتلة الزعفران، وعندنا شتلة الاستيفيا. بنقدم لكم الآن نبذة مختصرة على نجاح زراعة الزعفران في ليبيا. طبعا بدينا مشروعنا كتجربة في سنة 2019، ونجحت التجربة بشكل كبير، وتوسعنا في التجربة هدية بحيث ان احنا نجربوا زراعة الزعفران في كافة التراب الليبي، ونجحت بنسبة حوالي نقول 98%، وهذه نسبة لا يستهان بها. هذا طبعا منتج الزعفران اللي نقدمه فيه هدايا من مزارعنا ومن مشتلتنا اللي موجودة في منطقة وادي الربيع. وطبعا الزعفران هدايا لم يدخل عليه أي
أي أسمدة كيماوية أو مبيدات اللي هي غير طبيعية. استخدمنا فقط المبيد المخصص بمخلفات النحل، مخلفات النحل المبيد بتاعه. وهذه قدامكم اللي هي نبتة الزعفران، اللي يقول عليها النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة ترابها الزعفران. نجي ننتقل الآن إلى نبات ما يسمى ورقة العسل اللي هي ستيفيا. هذه طبعا اللي هي يستخدموا فيها في الجرين، مشروب الجرين، المادة اللي هي المادة المحلية. هذه بسم الله ما شاء الله الحمد لله نجحت السنة، هي عندنا في ليبيا ونجحت زراعتها. هنا في واحد اسمه غرزة. ليبيا مانوا.